حلقه جديده وبرنامجكم اطفال، ولكن النهارده جايين ننقل لكم حدث مهيب بجد. النهارده جايين في عروسه البحر المتوسط عشان ننقل لكم المؤتمر الطبي السنوي السادس لجامعه المنصوره، مؤتمر بيحضره اكتر من 1000 طبيب. النهارده جايين عشان نستقبل استاذ دكتور مسعد سليمان اللي هيكلمنا عن جراحات الدمويه لاطفالنا، خاصه بعد حاله الطفله مكه واللي وصلنا ليه واللي دايما متابعينكم وبنوصل لكم كل جديد وصلت ليه الطفله مكه. الموضوع ده بقى خطير جدا وقلق ناس كتير جدا، عشان كده كان لازم نيجي النهارده، كان لازم نيجي نحضر المؤتمر ونطمن كل اب وام ونقول لهم ان ما بقاش في حاجه مستحيله. كان في امراض كتير بنسمع عنها ملهاش علاج، بس بفضل ربنا وبفضل تطور العلم باذن الله هيبقى ليها علاج. عايزاكم النهارده تتابعونا، حلقتنا مختلفه، هنبدا بالفقره الطبيه اللي كانت دايما معانا في برنامجنا هي الفقره الثانيه، لكن النهارده عشان جلاله الحدث واهميته هنبدا بيها وهتكون هي الفقره الاولى. تابعونا لاني متاكده ان كل اب وام بيسمعونا هيستفادوا حقيقي من كل كلمه هنقولها، وخاصه لما ينضم ليا دكتور مسعد سليمان رئيس قسم جراحات الامراض الدمويه بجامعه المنصوره ورئيس المؤتمر السادس لجامعه المنصوره. محدش يروح في اي حته، حلقتنا مفيده بجد. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانيه، زي ما اتفقنا من بدايه الحلقه ان النهارده الفقره الطبيه هي اللي هتكون الفقره الاولى في برنامجنا، وده لاهميه الحدث لاننا النهارده في مؤتمر مهيب، مؤتمر جامعه المنصوره واللي بيكون سنوي، المؤتمر السادس الدولي واللي بيرأسه استاذ دكتور مسعد سليمان رئيس جراحات الاوعيه الدمويه لجامعه المنصوره ورئيس المؤتمر ايضا. خلونا نرحب باستاذ دكتور مسعد سليمان اللي هيكلمنا عن مواضيع مهمه جدا في جراحات الاوعيه الدمويه وحاجات تانية بتهمكم وبتهم ولادكم. خلونا نرحب بدكتور مسعد، اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، منورنا. اهلا وسهلا، الله يخليك. طبعا في البدايه لازم احييكم على الحدث المهيب ده والمؤتمر اللي بيحضره اكتر من 1000 طبيب، والنهارده فعلا احنا في حدث مهم، عشان كده وجود حضرتك اكيد مهم وهيفيدنا بمعلومات كتير. الحقيقه هو ده مؤتمرنا الهدف منه هو زياده الوعي الطبي عند الاطباء. احنا الهدف بتاعنا هو تغطيه الأطباء بين 25 للأربعين سنة اللي هم حصلوا على دراسات، يعني نقدر نقول بين الماجستير وبين الدكتوراه، وهدفنا ان احنا نزود العملية التعليمية ولأحدث ما وصل إليه التطور الطبي لكي يقدموا أفضل ما لديهم من خدمات، لأن الناس دي هي أول ناس بتقابل المريض، وبالتالي هي بيعتبروا بالنسبة لنا عملية الفلتر اللي بيقدر يقول لي المريض ده هيتوجه على فين، لأن أول خطوة في علاج المريض هو تشخيص حالته، وتشخيص حالته يتبعها إن هو يتم فحصه بواسطة متخصص، لأن لو في أي خلل في عملية فحص المريض وإن هو تم فحصه بحد غير متخصص هينتج عنها عواقب وخيمة لا قدر الله. لا قدر الله. عشان كده يا دكتور في برنامجنا أطفال، ولكن اهتمامنا دايما بالطفل المصري في كل جوانب حياته، وأهم شيء الصحة، وعشان كده عايزة حضرتك تقول لي أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر النهاردة وبتخص الطفل المصري. الحقيقة هو في احنا استحدثنا حاجة من الحاجات الكويسة جدا في هذا المؤتمر، وهو عمليات المناظرة بتتم بين الباحثين والأساتذة من الجامعات المختلفة، كل واحد منهم بيتبنى وجهة نظر معينة في كيفية علاج المرض. عندنا على رأس هذه المناظرات هو مناظرة في كيفية علاج الوحمات الدموية، وهذا معني به الطفل المصري ان الوحمات بيتم اكتشافها مبكرا، يا اما عند الولادة يا اما بتظهر في خلال في غضون احيانا اسابيع او احيانا شهور، ودي لازم الناس تبقى عندها درجة عالية من الوعي فيها. ليه؟ لان في بعض الوحمات بتختفي لوحدها عند سن معين، زي مثلا وحمات معينه اللي هي بنسميها الفراولايه اللي هي الاستروبر هيمنجيوما او الفراولايه، دي بتبقى شبه الفراوله بالظبط، ودي بتيجي في اماكن مختلفه في الوجه او في منطقه الصدر او في الظهر او في اي منطقه من الجسد. النوع ده لو احنا شفناه في الحاله اللي زي دي ممكن نطمن الام، بنقول لها في تدخل سريع في خلال اول 3 شهور بالادويه، وبعدين بنتابع المرضى. احنا في الحقيقه بحث تم نشره في احدى الدوريات العالميه
ولقى قبول في أكثر المجلات قوة نتيجة لأن احنا تدخلنا مبكرا في مثل هذه الحالات بأدوية فقط، لكن بأدوية بأصناف وتركيبات معينة ينتج عنها ان احنا الورم ما يتطورش، الوحمة الدموية ما تزيدش في الحجم، ان يبدأ الشكل بتاعها يرجع. مش بس الطفل اللي بيستفيد، لا ده الهلع اللي الأسرة فيه بتستفيد طبعاً. لان مجرد ما واحد من الأسرة بيشوف ان هو الطفل ده فيه، يمكن يعني وجود الناس في منطقة الحضرية بتبقى أكثر قبولا، لكن في المناطق الريفية بيبقى عندهم ده نوع من أنواع كأنها كيرس، بيعتبروا ان دي حاجة أصابتهم ملمة، رغم ان الموضوع بسيط بنطمنهم الحكاية بسيطة وحلها سهل. عشان كده يا دكتور كان مهم جدا النهاردة نعرف في أشكال تاني لأمراض جراحات الأوعية الدموية غير الوحمة الدموية ممكن تيجي لأطفالنا؟ هو الحقيقة احنا الوحمة الدموية مش بس بيبقى مشكلتها ان هو الشكل العام او ان حاجة ظاهرة على الجلد، لا ده في حاجات بتبقى للوحمات الدموية لها آثار سلبية متقدمة ما بنكتشفهاش إلا بأنواع من أنواع الفحوصات العميقة. يعني ايه؟ احيانا تيجي وحمه دمويه صغيره على الجسم ممكن ما حدش يديها اهتمام، لكن دي تكون منذر لوجود اشياء اكبر واثقل في الاعضاء الداخليه. يعني ممكن تلاقي وحمه على الظهر صغيره خالص قد القرش، وبعدين يكون معاها ان في وحمه ضخمه جوه الكبد، وبالتالي يبقى احنا عندنا عرض اخر ان هي الوحمه دي بتديني مؤشر بتقولي لا ده في حاجه تانية موجوده جوه. تلاقي وحمه على الوجه وتلاقي معاها حاجه اسمها ان في بعض التكلسات جوه المخ، دي بتبقى وجود الوحمه بينذرني بان في حاجه تانية موجوده. يعني يا دكتور معنى كده اول ما انا كأم الاقي في ابني وحمه لا تهملي وما تحاولش ان كل اللي في دماغك ان انا عاوز الوحمه دي تختفي، عاوز الشكل ده يروح، لا مش هي دي. ممكن يبقى ليها اساس ممكن جوه. ممكن يكون ان دي حاجه منذره لاشياء داخليه، وقد تكون الاشياء الداخليه اكثر احتياجا الى التدخل. كل الدراسات اللي عملناها اثبتت لما بتدخل في اول 6 شهور النتائج بتبقى اكثر سرعه واكثر استمراريه، يعني الورم ما بيرجعش تاني والوحمه ما بترجعش تاني لو انا اتدخلت بدري. ليه المعلومه دي؟ لان انا بتدخل فيها بالدواء اللي بيثبط نشاطها وهي لسه في مرحله التكاثر. مرحله التكاثر دي امتى؟ والولد لسه صغير، يعني قبل سن 6 شهور مرحله النمو بتاعته عاليه جدا ومعاها الوحمه الدمويه النمو عالي جدا، انا بوقفها في هذه المرحله. لو تخطت المرحله دي وانا تدخلت بيبقى التدخل بتاعي افضل بمراحل كتيره. عشان كده بنفضل التدخل المبكر، التشخيص المناسب، معرفه هل هو النوع ده هيحتاج لعلاج بس، هل هيحتاج لاسطره دوائيه، هل هيحتاج لي ان المريض ده هيحتاج لجراحه او لاعاده تاهيل بشكل معين، ان احنا بنحتاج لجراحات تجميليه. النقطة ان في النهاية نقدر نوصل للناس ان مفيش حاجة ملهاش حل، لكن يحتاج لوقت، لمجهود شوية، لوعي، لإعادة تدخلات احيانا لحد ما نوصل ليه. وده مش حاجة نتيجة لقصور في الشغل اللي بيتم في مصر، احنا بيتم الشغل هنا على افضل مستوى زيه مباشرة بالتوجه العالمي، لكن هي بس بتبقى وعي المريض المصري ان هو عاوز النتائج السريعه والحاسمه في مره واحده. لا، الحكايه بتحتاج مننا شويه صبر ومتابعه لحد ما نوصل لان الشكل المرضي للمريض. حلو جدا يا دكتور، وطبعا دي رساله واضحه لكل اب وام بيسمعونا، كل ما نبتدي بدري زي ما الدكتور قال كل ما يبقى فيه احتمال كبير قوي باذن الله للشفاء. وعشان كده يا دكتور عايزه اعرف ايه الاسباب اللي ممكن تبقى سبب اصلا في الوحمه الدمويه؟ يا ترى ده بيبقى اسباب مثلا حاجه اخطات فيها الام اثناء فتره الحمل، ولا دي بترجع لاسباب وراثيه؟ الحقيقه طبعا في حاجات محطوط بيها لوائح للادويه اللي بتسبب تشوهات، ودي معروفه ومعلنه وموجوده كجايد لكل دكاتره النساء والولاده والناس اللي هم بيعتنوا بصحه الام، محطوط لهم ايه الادويه التي يجوز ويحرم استخدامها في اثناء فتره الحمل.
اخطر حاجه هو اي ادويه في الاول 3 شهور، لان ديت الفتره المبكره اثناء تكوين الجنين. وبالنسبه لنا فيما يخصنا احنا في مجال الاوعيه الدمويه، بنواجه مشكله ضخمه وهي وجود حمل وحصل جلطه في الاورده اثناء الحمل. وجود جلطه في الرجلين، وده من هتقولي ايه اللي يجيب الجلطه في الرجلين؟ اقول لك الحمل اللي بيجيب الجلطه في الرجلين. الله، كان كل واحده حامل عندها استعداد لان يجي لها جلطه. في كل واحده حامل نتيجه لان تغيير الهرمونات اللي بتتم في جسمها، ونتيجه لان الرحم بيبدا يتضخم ويضغط على الاورده بتاعه الحوض، فبيوقف رجوع الدم من الرجلين. ينتج عن هذا الامر ان السيده دي تبقى عرضه بنسبه 15% ممكن يجي لها جلطه في الرجلين. طب الحل، ما تخافيش، مفيش مشكلة، هتتعالجي وهتبقي زي الفل والموضوع ده هيختفي. لكن برضو لازم ان هو اللي يشوفك في الاول، شخصك في الاول، ويبدا العلاج بدري قبل ما الجلطه تسيب اثر في الرجل. وهنا بنقول بقى ان في بعض الادويه من مذيبات التجلط محرمه، ممنوع تستعمل، لان بتعمل تشوهات في الجنين. وبالتالي تقولي طب وفي بعض الناس هيستعملوها ليه؟ نقول لان البديل غالي، والادويه ديت بتذيب جلطه لكن رخيصه. فبيبدا الدكتور، مش خطا منه، هو المشكله ان هو بيراعي الحاله الاقتصاديه للمريض. لكن هنا لازم نكون، لازم نفهم المريضه ونقول لها اولا هي نصيحه للدكاتره ونصيحه للمريضه. هو نصيحه الدكتور للدكاتره ان في اول 3 شهور ممنوع، يبقى ممنوع ليه؟ لان هنا اثناء تكوين الطفل ممنوع ان احنا نستخدم اي ادويه. جميل يا دكتور، احنا دلوقتي هنعرض لحضرتك صور لعمليات حضرتك قمت بيها بالفعل قبل وبعد. جميل. وده يخليني اسال حضرتك، ايه اكتر عمليه او اكتر حاله ممكن تجي لك تقول لا دي ما ينفعش فيها حتى التدخل الجراحي؟ ده بيبقى بعد قد ايه؟ والله هو ردا على هذا السؤال، الحمد لله حتى هذه اللحظه احنا ما قلناش لاي حاله ما ينفعش. لكن ايه؟ العالم دلوقتي كله متجه لحاجه اسمها التدخل المتعدد الزوايا. يعني ايه؟ او باللغه الانجليزيه اللي هو مالتي ديسيبلينري. مالتي ديسيبلينري يعني ان انا اتدخل الاول بقسطره واقفل الشرايين، ثم اتدخل بحقن اقفل الدورات الدمويه السطحيه، ولو احتجت اتدخل جراحيا في مرحله نهائيه عشان اقلل التضخم والتورم. يبقى الموضوع بنسميه ايه بقى؟ متعدد الزوايا، ان احنا ممكن اكتر من تدخل في وقت واحد. والحاجه المميزه في هذا الامر ان احنا عن طريق التقنيات العاليه بقى جراح واحد اللي هو جراح الاوعيه الدمويه يقدر يعمل التدخلات كلها. يعني هو بيعمل القسطره التدخليه ويقفل الشرايين اللي بتغذي، وبعدين يقدر يخش يقفل الوحمات الدمويه اللي على الجلد عشان يقلل اللون، وبعدين اخيرا يقلل الحجم بانه يخش جراحيا. ودايما بنخش من مناطق ما تبقاش ظاهره، يعني لو الوحمه موجوده في الوجه او في منطقه الخدود او ناحيه الانف او ناحيه، فبنخش عن طريق او الجفن يا دكتور. احنا بنلاقي وحمات فوق الجفن بالظبط ديت، بنخش عن طريق تجويف الفم. يعني بنخش من تجويف الفم عشان اوصل لها من الداخل وما اعملش جرح في الوش، وبالتالي يبقى احنا عملنا ايه؟ حافظنا على الشكل العام طبعًا الخارجي طبعًا. فنقدر نقول ان هي جراحات مع تدخلات مع حقن، وده بيتم بنسق معين. لكن مش هنقول للمريض ايه ان انت داخل بحيث ان انا خلصت في الجلسه دي، لا، انت محتاج شويه متابعه، لان الموضوع بنعتبره من المواضيع المعضله. ليه؟ لان اورده وشبكه ضخمه جدا، لو حسبناها وفردناها شبكه الاورده والشرايين تقاس بالافدنه. ليه؟ لانها متجمعه كلها في افدنه من الشرايين والاورده، متجمعه في حته واحده. تقفلي دول كلهم ازاي؟ هي دي بقى اللي محتاجه لي الخبره. طبعا طبعا. طب يا دكتور، عايزين برضو نروح لحته مهمه، الورم الليمفاوي عند الاطفال. دايما الورم ده ممكن نسمع عنه انه بيجوا الاطفال من الصغر، او ممكن يكون اسباب وراثيه، او بيظهر عند البلوغ. ايه الاعراض اول ما اعرفها او اشوفها على ابني اعرف ان ده ورم ليمفاوي؟ اول حاجه يعني ايه ورم ليمفاوي اساسا؟ ورم ليمفاوي هو نتيجه لعيب في تكوين الاوعيه الليمفاويه. ايه الاوعيه الليمفاويه؟ هي انابيب دقيقه تحت الجلد، المفروض دي مسؤوله عن اعاده المياه الزياده والسوائل الزياده من الاطراف الى الدوره الدمويه، لان الجسم بيتعرض ان بيبقى فيه ميه بتتجمع بين الانسجه في القدم وفي الساق وهكذا، دي بترجع السوائل الزياده. احيانا يبقى فيه عيب في تكوين الاوعيه الليمفاويه انها عددها يكون قليل، هي المفروض بالملايين، العدد قليل يبقى مش هتقدر في الكفاءه تسحب، او ان يكون العدد زايد
لكن ما بتشتغلش بكفاءة، أو تكون بدل ما بتطلع السوائل في الاتجاه ناحية القلب بتعكس نتيجة لأن الصمامات بتاعتها ضعيفة. طب ده كله أسباب إيه؟ أسباب نتيجة لما نسميها أسباب خلقية، تكوين الطفل بهذا الشأن خلقي. طب له أسباب وراثية؟ أحيانا بنلاقي إن الأب أو الأم عندها مشاكل في الأوعية الليمفاوية ويجي الطفل عنده مشكلة في الأوعية الليمفاوية، فلها أسباب وراثية؟ لها أسباب وراثية. طب إيه الأعراض يا دكتور؟ إن أول ما الأم هتبص تلاقي كفة الطفل ورمة عالية، أعلى، ممكن تيجي في ناحية واحدة أو في ناحيتين، أو تلاقي الكفة بتاعت القدم ورمة والورم ما بيروحش، يعني المفروض ان انا لو في ورم في رجلي لما انام بالليل او الطفل نايم على سريره الصبح يبقى ما فيش ورم، هنا لا ما بيروحش وما بتختفيش. عشان كده ده لازم يلفت انتباهها ان القدم بتاع الطفل في الحالة اللي زي دي ده محتاج لرعاية. ممكن تبقى الساق كلها، ممكن تبقى الطرف السفلي كاملا، تبقى الرجل كلها، ممكن تيجي في الايد، وبالتالي هذه المشكلة بتبقى تظهر بعد الولادة مباشرة، أو أحيانا اللي هي بنسميها عند فترة النضوج اللي هو عند سن ال 14 وال 15. والحالات اللي زي دي أعيد وأكرر التدخل السريع فيها أفضل طريقة طبعا. ليه؟ لأن لو فضلت الأوعية الليمفاوية ركنة السوائل داخل الأنسجة بتبدأ الأنسجة دي تتضخم وتصل إلى أحجام كبيرة تعوق الحركة. لكن في المرحلة الأولانية هقولك ده علاجها بسيط قوي. تعرف علاجها إيه؟ إن إحنا بنعلم الأم إزاي تعمل مساج للطفل، بنعلمها طريقة المساج، مش مساج ان انا هعمل بايدي كده، لا، لكن له طريقة عشان نخلي الاوعية الليمفاوية تنضج وتتطور وتبدأ تسحب هي من نفسها. فبنعلمها بطريقتين ازاي تعملي المساج، وبتعمليه كذا مرة في اليوم، وبنزود عليها العبء يوميا، بنقول لها زي ما بتعملي له وانت بتغيري له الدايبر بتاعه، وزي ما انت بتأكليه وبترضعيه اعملي له مساج. كل مرة ترضعيه فيها اعملي له مساج. ليه؟ عشان انا اعمل عملية كأني بعمل بريفرال بامبنج، انا بزق الاوعية الليمفاوية من الاطراف ترجع لمكانها وبننشطها. والعلاج تقدر تقولي ده بسيط خالص، يعني لو الحكاية كده تبقى سهلة ان الام هتعمل مساج. ولو لا قدر الله اهملت في موضوع الورم الليمفاوي بتتضخم الرجل وينتج عنها ان احنا بعد كده الطفله دي اولا مش هتعرف تلبس حذاء من نفس المقاس، تيجي تلبس هتلاقي ده مقاسه مثلا 18 وده 12، دي حاجه. الحاجه الثانيه بتبقى كل اطفالنا دلوقتي بيلبسوا الجينز، بتبقى رجلها باينه في الجينز ان الرجل دي اورم من دي، بالتالي بيبقوا عامله لهم نوع من الحرج. الحاجة التانية لو سيبنا بقى الموضوع، سيبنا من الشكل العام، لو جينا الطفل ده بنلاقي ان هو الامر هيتطور، مش هقف عند هذا الحد، لان انا محتاج الاوعية الليمفاوية طول حياتي طبعا. ليه؟ كل ما هيقف بعد كده كل ما السوائل هتتجمع في الرجلين، وكل ما يقف والسوائل تتجمع كل ما هيحتاج للاوعية الليمفاوية تسحب الزيادات. فنبص تلاقي ان هي بتصل الى الشكل الذي لا نتمناه وهو ما يسمى برجل الفيل. فعشان كده تدخل مبكر، حلول مبكرة، نلحق قبل ما نوصل والحل إلى مراحل متقدمة. والحل بسيط. أخيرا يا دكتور، عايزة حضرتك تكلمني عن العملية اللي حضرتك قمت بيها، وهي عملية القسطرة لطفل عنده 6 سنين. دايما بنسمع إن القسطرة أو الدعامة بتتعمل للناس الكبيرة في السن يعني، فإزاي طفل عنده 6 سنين قدرتوا تجيبوا له دعامة على مقاسه عشان تركب له ويتم الشفاء يعني؟ الحقيقه هي دي كانت من الحالات النادره، ده كان طفل موجود في مستشفى الاطفال جامعه المنصوره، وكان بيعاني من مشكله في الشريان الاورطة. الشريان كان عنده الاساس فيه ضيق في الشريان في الجزء العلوي منه، الجزء الصدري، وتدخل فيه فريق طب الاطفال في قسطره القلب، دكتوره هاله المرصفاوي ودكتوره جيان السواح، وقاموا بعمل اللازم بالنسبه للجزء ما يخص الصدر اللي هو ضيق في شريان الاورطه. لكن اثناء وهم بياخدوا صور مقطعيه لهذا الطفل فوجئوا بان في تمدد في الشريان اللي موجود تحت الشريان الكلى، ولفت انتباههم ان ده من الحاجات الغريبه ومش متعودين عليها. دي كانت من الحالات النادره، وبالتالي في الاطفال ان احنا نعمل قسطره عشان نعمل حاجه اسمها دعامه مغطاه تعزل التمدد ده وتفصله عشان ما يحتاجش لجراحات. قدرنا نوصل لان احنا نجهز له نوع من الدعامه على مقاسه بالاتفاق مع الشركات المعنيه خارج مصر، وقدروا يوصلوا لنا نوع الدعامه ده وركبناها له من اسبوعين. والحقيقه وفقنا تماما في ان احنا نحل مشكله الطفل
سواء للجزء الضيق في الصدر عن طريق فريق وحدة القلب بجامعة المنصورة، أو عن طريق تركيب دعامة مغطاة هي أول مرة تتركب في تمدد في شريان لطفل عنده 6 سنوات، وده بيعتبر أول مرة في مصر. وكنا سعداء جدا إن احنا حلينا المشكلة. أول مرة في مصر طبعا، يعني دايما أندق الصبغة قلعة الطب في مصر جامعة المنصورة. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، نورتني، وبشكرك على المؤتمر اللي فعلا فعلا أفادنا واستفدنا جدا من معلومات حضرتك. شكرا، نورتني. شكرا، ربنا يخليك. وبكده مشاهدينا اكون وصلت معاكم لختام الفقره الطبيه، كان منورني فيها استاذ دكتور مسعد سليمان رئيس قسم الاوعيه الدمويه بجامعه المنصوره. يا رب اكون افدتكم، واستنوني حلقتنا لسه مكمله. مشاهدينا اهلا بيكم مره تاني، ورجعنا لكم. والفقره الاولى النهارده كانت معانا هي الفقره الطبيه، استفدنا فيها بمعلومات كتيره ومفيده. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره تانيه، فقره مهمه والاستفاده فيها هتكون اكبر. هنعلمكم موضوع يمكن بنسمع عنه بس ما كناش فاهمين يعني هو ايه، التعليم المنصوري. كتير بنسمع دلوقتي عن حضانات منصوري ومدارس منصوري، لكن ما نعرفش يعني ايه معنى تعليم منصوري وقد ايه بيفيد ولادنا. عشان كده عايزه اقول لكم ان التعليم المنصوري الهدف منه هو البعد عن الحفظ والتلقين، وان احنا ننمي قدرات اطفالنا. وطبعا سمى بالاسم ده نسبه الى مايا منصوري اللي هي العالمه الايطاليه اللي طلعت العلم ده وابتكرته، لان كانت الهدف منه ان هي عايزه تبني عقول تفكر اكتر ما تحفظ. عشان كده النهارده احنا في مكان مميز جدا، مكان بيهتم بالتعليم المنصوري، وبينضم ليا استاذه هاجر اسامه مدربه التعليم المنصوري، واللي هتقول لنا يعني ايه التعليم المنصوري وازاي نقدر نتعلمه ونعلمه لاولادنا. فخلينا نرحب باستاذه هاجر. اهلا بحضرتك يا استاذه. اهلا وسهلا، منوراني. اهلا بيكي. في البدايه طبعا عايزين نعرف منك، انا قلت نبذه بسيطه وسريعه عن التعليم المنصوري، لكن احنا كاهالي ولسه الفكر ده بالنسبه لنا في مصر يمكن حديث، فعايزين نعرف يعني ايه تعليم منصوري، وانا لو عندي ابن هيستفاد ايه منه؟ تعليم مونتسوري ما هوش طريقه بدل حفظ وتلقين والكلام ده، لا، الفكره اكبر من كده بكتير. ماريا مونتسوري لما لجأت لهذا التعليم لجأت له علشان تحقق طفل يخلق السلام، لأنها كانت في وقت كان الحروب العالمية الأولى والثانية والكلام ده، فلقت قالت أن السبب الأساسي اللي خلى جيل يطلع بيتحارب بالشكل ده، ده معناه أن فيه سلبيات رهيبة في عملية تربوية والعملية التعليمية. فكان الهدف عندها الأساسي أنها تطلع طفل يتحقق بداخله السلام، فيقدر يحقق السلام ده في العالم اللي حواليه. فلقيت ان ببساطة شديدة عشان اقدر اعمل ده لازم الطفل يكون عنده راحة واحساس بالطمأنينة وهو بيتعلم ومستقر من غير ضغوط. طب عشان اعمل عشان يتحقق ده لازم اعمل ايه؟ لازم اقدم له العلم بطريقه هو ما تعملوش ضغوط، بطريقه يبقى يتعامل معاها ببساطه، عشان نقدر نطلع قدراته المدفونه. كان دايما تقول لها مقوله كده، تقول كنت بحفر الارض، بحرس الارض، زي الفلاحه اللي معاها بذر بذور نبات، يعني بتحرس الارض وتزرعها عشان تطلع نبات. اكتشفت وهي بتحرس لقت جواهر، فهي دي فكرتها الاساسيه في التعليم. طب ده يخليني اقول لك ان التعليم ده مختلف تماما عن التعليم اللي اولادنا بيتلقنوه او بياخدوه في المدارس، لان هي عايزه ما تضغطش الطفل، واحنا طول الوقت تعليمنا هوم ورك كتير جدا على الطفل، والطفل حامل هم ان هيعمل ايه ولا ايه، هو وامه والبيت كله. اقول لك ببساطه شديده هي حاله المعادله الصعبه. انا دلوقتي لو انا بني ادم بتتكلم لغه عربيه ورحت عشت في الصين، هعرف اتكلم ومش عارف اتكلم صيني، هعرف اتواصل مع اللي حواليا؟ لا طبعا. هل هعرف اتكلم معاهم وانمي نفسي معاهم واندمج معاهم واطلع منتج؟ مستحيل. لا طبعا، هيتحول الموضوع بالنسبه لي لاكتئاب وتقوقع، واحاول جاهده اني اتعلم صيني اللي هو اصلا خارج قدراتي. حقيقي.
طيب الطفل بيحصل معاه نفس الطريقة، احنا بنقدم له التعليم بطريقة غير قابلة للفهم عنده. يعني لو قلنا السيت اب بتاعه او البروجرام اللي عنده اللي بيحاول يقرا بيه الدنيا ما فيهوش خالص الطريقة اللي احنا بنقدمها. ماريا مونتسوري عملت ايه؟ فهمت الطفل تمام، وقالت الاطفال في السن قبل السادسة تمام، من سن من اول الميلاد لحد 6 سنوات، دي هي مرحلة التعليم الأساسية جدا عند لتكوين البني آدم ل6 سنوات. بس ما بيفهمش فيها غير من خلال حواسه الخمسة. فهاتي ورقة، هاتي قلم، هاتي معرفش لابتوب، هاتي ايه ايا كانت الوسائل، هو مش هيفهم ليه لما يمسك الحاجة بإيده ويعيشها بإيده. جميل. لما أحول كل المعلومات وكل الخبرات في الحياة لشيء ملموس، الطفل هيحقق الابداع، لانه خلاص قدر يفهم، في لغه تواصل عاليه جدا ما بينه وما بين البيئه اللي حواليه، هيطلع منتج رائع بدون اي وسائل ضاغطه. هو ده مناط تعليم المنصوري، هو ده الاساس في الموضوع. يعني التعليم المنصوري احنا بنشتغل فيه على الحواس الخمسه للطفل، احنا بنشتغل من خلال الحواس الخمسه للطفل. يعني مش فكرتي ان انا انمي حواسه، هو ما بيفهمش غير بالطريقه دي، فانا قدامي اعمل حاجتين مهمين جدا، اقدم له كل حاجه بحيث انه يفهمها، يعني المعلومات كلها اقدمها له بالطريقه اللي يفهمها، وانمي الحواس دي واظبطها اكتر بحيث ان هو يعلي عنده الاستيعاب. مهمين قبل ما اختم معاكي، لازم اقول لهم ليه التعليم المنصوري دلوقتي هو منتشر وابتدى شويه الناس يبقى عندها فكر خلفيه عنه عن طبعا الفتره اللي فاتت. بس حضرتك بتقولي لي منذ الولاده، يعني انا لو جبت لك طفل عنده سنه سنتين، ازاي بتقدروا تتعاملوا معاه وهو لسه بيبي، ممكن اساسا ما يبقاش فاهم كل الحاجات اللي حواليه وهو جاي يلعب؟ انت بتسالي اسئله جميله الحقيقه. خليني اقول لك حاجه، المامي وهي والبيبي لسه صغير هي بتبقى مسؤوله عنه. لو مامي عرفت طريقه التعليم دي وفهمتها وازاي اتعامل مع ابني بالفلسفه التربويه بتاعه ماريا مونتسوري، خلاص طريقه التعليم هتوفر كتير جدا على هذا الطفل معاناه سنين طويله. طب الطفل لما بيجي لي سنتين، انا مبدئيا تعليم مونتسوري بيبقى في البيت لحد قبل سن سنتين ونص. بعد سن سنتين ونص بنبدا ناخد الطفل، او طفلي جالي سنتين ونص بتعامل معاه. وهتشوفوا النهارده في اطفال صغيرين، وفي طفله مثلا عندها 4 سنين دلوقتي كانت جايه لنا من وهي 3 سنين. لا هتشوفي اختلف. هتشوفي حاجه مبدعه مرعبه من جمالها. يعني الفكره في ايه؟ الطفل بيتعود على طريقه معينه، بيتعود على اسلوب معين، حطيتي له رولز قواعد اوكي يتعامل من خلالها عشان يوصل للي هو اوريدي حبه. ما انت ما بتحرميهوش من حاجه، وفي نفس الوقت حاطه له لاين يمشي عليها، قواعد ولاين حاجات اللي يمشي عليها، فبالتالي ما يحصلش اي كومبليكيشن، مش صراع يعني. طب اخيرا قولي لي، عشان الوقت، لان انا حابه اكون معاكي في جوله واعرف تفصيله تفصيله، لان فعلا المكان مبهج. وعايزه اقول للمشاهدين ان المكان ده بيوفر كورسات للأمهات، وبيوفر كورسات للمدربات. أي مدرسة تحب تتدرب وتكون عايزة تبقى مدرسة منصوري، المكان ده بيوفر كده. كمان بيوفر الأدوات لو أي مكان يحب يفتح للتعليم المنصوري. فحضرتك قولي لي أخيرا، قولي لي الأطفال ذوي القدرات الخاصة اللي طبعا ليهم حق كبير جدا وليهم حق في التعليم، ليهم إيه دور هنا وبتعملوا لهم إيه وبتساعدوهم إزاي؟ زي أي طفل عادي، مفيش اي فرق بين طفل القدرات الخاصه. بس انت قلتي لي ان لازم كل طفل يكون عنده الخمس حواس اصلا شغالين. لا خليني اقول لك حاجه بقى، ما احنا قلنا ان عندي حاجه اسمها الركن الخاص بالتعليم بالحواس الخمسه اللي هو ركن الحياه الحسيه. خلاص الركن ده هو بيبين لي لو في عندي مشكله وبيحاول يعالجها لي. جميل. طريقه التعليم عند الاطفال على فكره، ماريا مونتسوري اول ما بدات مع الاطفال دول. والمبهج في الموضوع اللي خلاها تعمم طريقتها على الاطفال الطبيعيين حاجه لطيفه جدا، ان هي لما بعد ما اشتغلت مع اطفالها اللي هم ذوي الاحتياجات وذوي القدرات الخاصه، واكتشفت القدرات المدفونه جواهم، جت امتحانتهم في نفس المستوى الدراسي بتاع الاطفال اللي في سنهم، نجحوا.
نجحوا. فده يقول لك ايه؟ قالت هنا ساعتها ان على الرغم ان قد ايه انا سعيده باطفالي اللي انتوا بتقولوا عليهم بلهاء دول، اوكي، ان هم عملوا الانجاز، على رغم حزني، على نفس قدر حزني واستيائي، لان ده معناه ان التعليم التقليدي بيأندرستيميت الطفل، طبعًا يعني طبعًا اقل من مستواه، وبيقلل من قدراته حقيقي. فطبعا الطفل، هي الفكره، بنتبع معاه نفس البروجرام، نفس الطريقه، بس اكيد خلاص ممكن يبقى نختار له وقت تاني لو لزم الامر، لكن لو مش لازم بيبقى عادي في وسط زمايله. وعندنا اوريدي عندنا اطفال يعني عندهم بعض القدرات الخاصه، بيجوا عادي مع الاطفال التانيين واندماج رائع، والشقة تعبنا معاهم اكيد هياخد بس وقت اطول. تمام، يعني الطفل تمام. طبعا انا بحييكي على الفكر المتطور ده، وبحييكي على اندماجك مع الاطفال، والاطفال اللي هنشوفهم دلوقتي بنفسنا قد ايه التعليم المنصوري مؤثر عليهم تاثير ايجابي. بشكرك شكرا جزيلا هاجر اسامه، نورتيني بجد. ويا ريت بقى اروح لجوله عشان انا نفسي عايزه اعرف تفصيله تفصيله في المكان. ان شاء الله، يلا بينا. دي. احنا ده اول ركن، ركن الحياه العمليه. الطفل هنا بيتعلم كذا حاجه، الاعتماد على النفس ده شيء اساسي، هي مسؤول عن تصرفاته تماما. طب ايه الحاجات دي؟ ده جزء خاص بتنميه المهارات، الموتور سكيل، فاين موتور سكيلز، مهارات ايده العضليه، عشان تجهزه بعد كده ان هو يعرف يمسك ورقه وقلم. يعني ممكن اعرف ايه الفول ده علاقته بيتعلم ازاي يعني يغرف لنفسه، عشان لما يبقى في البيت ماما تقول له اغرف يغرف اكله، ما يبقاش بيدلدق ويوقع. يعني احنا بنعلمه ان هو يساعد نفسه لو احتاج حاجه. ده الهدف من الاساسي الدبال. منه ان هو يتعلم الديلي روتين بتاعه، يتعامل ازاي مع حياته لوحده، فيبقى انسان معتمد على نفسه. يعني مثلا اول حاجه بيشتغل يتعلم ازاي يفرش السجاده اللي هيشتغل عليها، يتعلم ازاي يفرش الترابيزه، يتعلم لما يوقع حاجه يكنسها، فجايبين له مقشه تبقى مقاسه، بحيث ان كل حاجه في البراكتيكال لايف اريا مناسبه للطفل، وفي نفس الوقت محاكاه لحياه الكبار، عشان ما يجيش يتقال له انت صغير ما ينفعش تعمل ده. هو بيتعلم ازاي يعيش الحياه الحقيقيه. طب قولي لي، هنا الصواني دي ممكن يشيلها يستخدمها؟ طبعا الطفل بيشيل الصينيه بيستخدمها لوحده، هو اللي بينقلها، وفيها ازاز عشان يتعرض لخبره ان لو حاجه كسرت منه مفيش مشكله، ازاي نتعلم نكنسها ونصلح اخطائنا بدون اي مشاكل. طبعا جدا. مع وجود سوبرفيجن ومراقبه من المدرسه طول الوقت، ان الطفل ما يتاذيش يعني. حلو قوي، حلو قوي. هنا الاريا دي بقى انا شايفه مشابك، دي تكمله البراكتيكال لايف اريا، بس بتعلمه ازاي يتعامل مع البيئه خلاص، ازاي يفك مفكات مسامير، الكلام ده كله خلاص، تنمي برضو عضلات ايده عشان يقدر بسهوله يكتب بعد كده. هنا بقى، هنا ركن الحياه الحسيه خلاص. انا الهدف بتاع الركن ده ان الطفل اعرف اذا كان في عنده اي مشكله في الحواس بتاعته، اني اعالج المشكله دي وانميها، بتبقى في احسن استغلال. بنتعامل بقى مع كل الحواس الخمسه زي ما قلنا قبل كده، بنمسك النظر وهي قسمته دايمنشن، ابعاد واشكال والوان، السمع، التذوق، كل الحواس. والطفل بيتعلم هنا، ده تبقى الفرشة الأساسية أو التمهيد الأساسي لعلم الهندسة. دي أدوات هندسية. طبعا دي كلها أدوات هندسية، دي كلها ويعني بتبقى التمهيد لعلم الهندسة والجبر كمان. طب ممكن إيه ده؟ ده للتذوق، حاسة التذوق. هنا ننتقل لبارت تاني وهو اللغة، ركن اللغة. تمام، ركن اللغة بقى بنتعلم فيه ازاي نمسك القلم، ونتعلم فيه ايه هي اصوات الحروف، وازاي نعرف نكتب كلمات. ماري مونتسوري من الحاجات الاساسية اللي قالتها ان الطفل بيعرف يكتب قبل ما يقرا، بس الطريقه ازاي، هي دي الطريقه ازاي، هو ده السر. طب ايه ده برضو؟ دي حاجه اسمها الماتل انسد، دي الطفل دي اول حاجه الطفل بيتعلم بيها ازاي يمسك القلم ويتريس ما بينها، يعني يعمل شكل هندسي من الانسد دي. جميل. ويبدا يتعامل مع الالم. وطبعا هنا الالم اهي زي ما احنا شايفين بالظبط، ده كده ركن اللغه.
لحد ما يوصل في الاخر ان هو قادر يقرا كلمات صعبه، قادر الاكياس دي. الاكياس دي كل حرف بيكون فيه مجموعه من الكلمات مجسمات. خلاص بتحس ان الطفل يبقى عارف المجسم ده معناه ايه، وبيبدا اوله بيبدا يعني بالحرف. ممكن نفتح كيس ولا ممكن تبداي تفتحي كده؟ تفضلي. هتلاقي ايه حاجات كلها بتبدا بساوند ك، كيك، كارت، اي كل الحاجات اللي بتبدا بحرف إيه. مش بنحط له حاجات بحيث ان هو ننمي، يبقى فاهم من الحاجات دي، نزود عنده الكلمات. وطبعا في كل الحروف. في كل الحروف، بس طبعا بتطلع جرادولي على حسب الطفل، يعني الطفل دلوقتي اخد ايه بنطلع له ايه. جميل. اريا لانجويج. بالظبط، ركن اللغه بنتعلم فيه بقى ازاي نكون الجمله. خلاص فبنبدا من اول بقى ايه هو الناون وايه هو الادجكتيف والارتكل والحاجات دي كلها. بعد كده بنموف كمان لحته مهمه جدا، التعامل مع الكلمات الحروف اللي نطقها مختلف عن اللي هم الاولاد عرفوه. خلاص فدي بتبقى جزئيه مهمه واخر وقاطع في كل يعني لا دي اسمها حاجه اسمها فونوجرامز. اوكي صوت الحروف لها اصوات. لما بتتجمع الاصوات دي مع بعض بتخلق صوت جديد خالص فالاطفال بيبداوا يتعلموا. هنا بقى ده الماث، ده معجزه تعليم مونتسوري، حولت كل الافكار المجرده في الماث لاشياء تقدري تمسكيها. فبنتعلم من اول ازاي، من اول زيرو لحد بنعول من 1 ل 10. خلاص زي الطفل يدرك يعني ايه عد. احنا عندنا الاطفال بيقولوا 1 2 3 فوق اغنيه، لكن مش قادرين يدركوها 1 تو 1 كورسبوندنج، يعني حاجه قصاد حاجه. فبيتعلم يعني ايه عد، بيتعلم يعني ايه زيرو، بيتعلم يعني ايه النظام العشري اللي بتاهله بعد كده ان هو يشتغل بالبنك والادوات دي عشان يعمل اللارج اوبريشنز اللي هي العمليات الحسابيه زي الجمع والطرح والضرب والقسمه بارقام كبيره توصل الافات. خلي بالك ان احنا بنتكلم في سن اقل من سن 6 سنوات. جميل. تمام. ده بنتعلم بقى هنا كل اللي هتلاقي عندك لوحه الضرب ولوحه الجمع والطرح، لوحه الضرب ولوحه القسمه. جميل قوي. وده كله قبل 6 سنوات، اللي هو اصلا بيبقى بدايه في المدرسه، ما بياخدش غير لسه الجامعه. ده يقول لك ايه؟ ان احنا لما نقدم العلم بطريقه الطفل يقدر يفهمها، اوكي، نقدر نديله معلومات اكتر صعبه. بقيت ركن الماث، بس ده للسن اكبر شويه، يعني نبدا نتعلمهم يعني ايه الكسور ولها ادوات تانية كمان. نيجي بقى ركن الثقافه والعلوم كالتشر، ده مهم جدا بقى. ده بيربط الطفل بالعالم كله، بالبيئه اللي حواليه، بتاريخ، تعرفوا معلومات اكتر. بنعرف ايه بقى؟ علم الحيوان زوولوجي، باتوني، علم النبات، شايفه حيوانات. لا ده هنا ده بنبدا معاه قلنا من ايه، من الملموس للمجرد. نبدا معاه كده لحد ما يوصل ان هو يبقى عارف دوره حياه الحيوان. مثلا اخترنا دوره حياه الدجاجه مثلا، في طبعا حيوانات يعرف اجزاء الحيوان ويشرحها، يعني اجزاء السمكه ويشرحها ويفهم ده ايه بالظبط. للفواكه يبقى في علم الحيوان، علم النبات، علم الجغرافيا، علم التاريخ، علم النبات. مثلا شوفي مثلا هنا بيتعرض لاجزاء الشجره يعرف اسمائها. اوكي. وانواع الورق الشجر موجود في الدولاب دوت. الجغرافيا، ركن الجغرافيا من الحاجات المهمه قوي نتعرفوا يعني ايه كره ارضيه. نبدا معاه من بدايه نشاه الكون والكره الارضيه، ونتكلم عن الكواكب والنجوم وايه الفرق ما بين الكوكب والنجم وبقيه الاجرام السماويه.
تبدا بقى كمان جزء التاريخ. التاريخ مهم قوي. يا ترى تاريخ ايه بقى اللي هندرسه؟ تاريخ الكره الارضيه. الكرة الأرضية كلها مش بلده بس. لا لا لا، نشأة الكرة الأرضية. تاريخ أصلا هو إيه؟ يعني إيه وقت؟ عشان يفهم تاريخ لازم يعرف إمتى الوقت والوقت أصلا. هنبدأ نعلمه إزاي يفهم يعني إيه وقت، ويفهم يعني إيه يقرأ ساعة. والسن 3 من 6 سنين بيستوعب كل هذا الكم من المعلومات طبعاً. ودي الساعة طبعا بيتعلم. الساعة الطفل بيتعلم إزاي يقرأ ساعة. وطبعا في الجغرافيا بيتعرض كمان القارة بتاعته وأجزائها والبلد بتاعته، وإيه بقى أهم سمات أو الفيتشرز بتاعت كل قارة، وتتميز إيه بقارة عن التانية. تعلم أشكال اللاند اند ووتر فورم، يعني إيه الأشكال اليابس والماء، يعني إيه بحيرة، يعني إيه. طبعا أنا شايفة التفاصيل زي ما حضراتكم شايفين، تفصيلة تفصيلة في المكان بتربطنا قد إيه بمدى أهمية التعليم المنصوري. طبعا في نهاية الفقرة بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات القيمة اللي انتي أفدتينا بيها. بشكرك. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية، ودلوقتي جه معايا فقرتنا الدينيه. الشهر ده قررنا نتناول معاكم مواضيع مهمه جدا. هنتكلم عن قيم فقدها المجتمع. كلنا بنتمنى نشوف ولادنا في ابهى واحسن صوره، عشان كده الشهر ده هنتكلم ازاي نعلم ولادنا الصدق، نعلمهم الرضا، نعلمهم الانضباط الاخلاقي واحترام الوقت. وهينضم ليا دكتوره امنه نصير استاذ الفلسفه الاسلاميه وعضو مجلس النواب، واللي هتكلمنا في المواضيع دي من جانب ديني وتربوي وعلمي وكل شيء، وهتساعدكم بجد تربوا ولادكم تربيه سليمه. فخلونا نرحب بدكتوره امنه نصير. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكم، وبسم الله الرحمن الرحيم اولا. وانا سعيده ان احنا نفكر في اعلامنا وفي قضايانا هذا النوع من الاخلاقيات في تربية الجيل الصغير. لأننا عندما نتأمل يوسف صلى الله عليه وسلم بأنه جاء متمما لمكارم الأخلاق. يعني إيه متمم؟ يعني هناك أنبياء تكلموا في هذه القضايا قبل أن جاء صلى الله عليه وسلم وتممها. معنى ذلك أن الأخلاق هي العمود الفقري والأصل في استخلافي في الأرض وبناء وتعمير الكون. أنا عايزة أتكلم في خصوصية موضوعكم بالنسبة للأطفال. الحقيقة الأطفال دي نعمة من الله طبعا، ومسؤولية، أيما مسؤولية. مسؤولية في تنشئتهم، في البعد النفسي الصحيح، في البعد الأخلاقي والتربوي الجميل، في البعد الإنساني، في البعد الأسري، في البعد الجغرافي الذي يقع فيه هذا الطفل. الطفولة ليست مجرد ديكور أن الأم كده بقى في إيدها ولد ولا بنت وصارت أم وتبقى ماشية كده بتتباهى إن هي استكمالت أهليتها. لا، المسؤولية الطفولة وتربية الطفولة مسؤولية والله جبارة. اسألي أي أحد مارسها إلى أن صاروا رجالا بعد ذلك. طبعا، وعشان كده يا دكتور احنا بنحاول نسهل على الاهالي المهمة على الاب والام، انها مهمه ثقيله حقيقه طبعاً. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عندما يعظم دور الابوين في هذا الامر يقول لك ايه؟ وقضى ربك. كلمه قضى ربك دي كلمه يهتز لها الانسان. ما هوش لا قضاء ابتدائي ولا قضاء اعلى ولا قضاء درجه ثالثه، لا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسان. ولذلك أنا أردت في هذه المقدمة أن أتكلم على مكانة وعلى قيمة وعلى أهمية دور الأسرة في تكوين وتربية وتنشئة الأجيال. الحقيقة إحنا ظلمنا أطفالنا كثيرا، ظلمناهم من حيث أتينا لهم بمربيات أجانب وعملناها بشكل فيه نوع من الفخر حقيقي. تباهي تباهي. أجيب مربية أفريقية، مربية هندية، مربية معرفش منين، من سريلانكا، من سريلانكية، في حالة
اعترت المجتمع المصري على ضوء الطفرة المالية التي دخلت لبعض الأسر نتيجة السفر للخارج، نتيجة التجارة، نتيجة أي نتيجة. فأصبحنا نقلد من رأيناهم في الخارج، وهذا أول بداية غير صحيحة، لأن ابني وبنتي اللي نشأوا في أسرتي لنا خصوصية، خصوصية نفسية، خصوصية تربوية، خصوصية أسرية، لابد إن أنا أشربها خصوصية دينية طبعاً. أعلمه كيف يتعلم الصلاة من عمره 3 سنين. طب عفوا يا دكتور، زي ما احنا بنخاطب الأسر اللي حضرتك اتكلمت عنهم إن هم بينقلوا فكرة غربي أو بيقلدوا ودخلت المربيات، في أسر بسيطة وما بيبقاش معاهم وما عندهمش حيلة غير إن هم يربوا أولادهم. النهاردة قيمة مهمة جدا عايزين نعلمها لأولادنا، ولازم نبدأ بيها أول سلسلة في حلقتنا الشهر ده، وهي الصدق. نعم. قمة الصدق. إزاي أنا كأم وأب أغرس لابني أزرع في هذه الصفة؟ هذه الصفة، شوفي الصدق ده هو بيت الفضيلة كلها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بذلك، جاء أحد الناس وقال يا رسول الله، هل المؤمن أو المسلم يكذب؟ قال لا، لأن الكذب هو باب الفجور. طبعا. قال هل يسرق؟ قال ممكن، جايز، وارد. هل يعني يمد ايده؟ قال وارد. هل يطمع في ميراث اخته؟ وارد. هل وقعد يسرق هذا السائل على الرسول صلى الله عليه وسلم كل السلبيات السلوكية التي تحدث في اوساط المجتمع الكبير والصغير والوسط واللي فوق الوسط وتحت الوسط الا عند الكذب؟ قال هل المسلم يكذب؟ قال لأن الكذب هو باب الفجور. وإذا الإنسان تعلم الكذب وأخذه منهج في حياته وفي سلوكه وفي علاقته بمن حوله، يكذب على أمه، يكذب على أبوه، وممكن الطفل من صغر سنه من عمر 3 سنين إن أنا أعلمه قيمة الصدق كما أرادها صلى الله عليه وسلم. أنا مرة إحدى السيدات قالت طيب يا دكتور أعلم ابن الصدق إزاي؟ ده هو يكذب عليا في كل حاجة. فقلت لها بصي فهميه، قولوا ربنا سبحانه وتعالى لديه كاميرا يسجل كل كلمة بتقولها غير صحيحة. طب يا دكتور التدرب. عايزة برضو أقول لحضرتك نقطة مهمة بنلاقيها دايما، بنلاقي أمهات وأبهات هم فاهمين ان ده مش كذب، يعني قصة ان انا اقول لابني انا مش موجودة اقول لفلانة، هم بيتصرفوا بعفوية او هم شايفين ان ده بيحطوه تحت مسمى كذب ابيض. فابني طالع فاهم ان عادي ان انا اقولش الحقيقة كاملة او اجمل في الواقع عشان اعدي او الدنيا تعدي. هذه اخطر توجيه تربوي في الاسرة للطفل. ما انا مش عايزة ارد على التليفون، معلش يا ابن حبيبي اعتذر لطنطك اللي بتكلمني وقول لها ماما مشغولة دلوقتي هي هتتصل بيك بعد ساعة. لابد ان انا اعود ابن الصدق والوضوح. ما انا ممكن ما اقدرش اتكلم ارد على التليفون دلوقتي، مفيش مانع، لا اكذب ولا اكون قدوة سيئة لابني بعد كده مش عارف اصلحه. طبعا. يقول له ما انت كنت بتكذبي يا ماما. حقيقي. انا ازاي يبقى لي عين ان انا اطلب منه ان يكون صادقا، لكن انا مش قادرة ارد على التليفون ده مفيش مشكلة. معلش يا حبيبي قول لطنطك او قول لعمك او لخالك معلش ماما ايتها مشغولة هي هتتصل بحضرتك الساعة. ومفيش حاجة اسمها الموقف فرض نفسه ابدا. ابدا. احنا اللي بنتخلى عن الطريق القويم. حقيقي. عارفة الطريق القويم ده زي الطريق المسفلت الجميل اللي ما يجيش فيه عثرات. لكن احنا اللي بنخلق فيه هذه العثرات في السكة، وبالتالي انا بأضع في ابني عثرات نفسيه ومش عارف اتخلص منها. حقيقي. لان انا القدوه قدام. حقيقي. فانا بقول للامهات اياكم وعثرات الطريق امام اولادكم في قدوتك له انت او باباكي. انا برضو بحذر من ده، متكلمنا على محيط الاسره. اتمنى وخاصه انا بسمع كثير عن اسرنا الان ان بقت اسر ممتلئه بالمشاكل وبالقضايا. فلا تقحمي ابنك ولا بنتك ان يكون هو زي ما تقولي ايه الشبكه اللي هقذف فيها كل كراهيتي للطرف الاخر. لا من قبل الاب ولا من قبل الام. حقيقي. نحي مشاكلك انت مع زوجك. صحيح.
حتى لو انت عايز ترد عليه رد كده عنيف لا يجوز ابدا امام ابنك وبنتك. والطفل مالوش ذنب كمان ابدا طبعا، لان على فكره هم يبدو الاولاد كده سوزك ابدا. تاكدي ان هذا الابن الطفل وهذه الابنه الطفله لما انت تعملي اي سوء سلوك في اللغه، في الاشاره، في عدم الاكتراث بمطلب الزوج اللي هو ابو طفلك ده، هو الولد هيختزنها جواه وهتفضل حتى وهو نايم يفكر فيها في اللاشعور. اصل الانسان، ما انا عندي العقل الواعي وعندي السيكولوجيا اللي بتتاثر باللاشعور. اللاشعور ده عامل، عارفه، زي الغرفه المظلمه اللي انا بعبي فيها كل مخزون طول النهار، انا طبعاً بعبيه في اللاشعور بتاعي. طبعا فلا بد للام وللاب في البيت ان ينتبهوا الى مخزون اللاشعور عند اطفالهم، وما يفتكروش ان مهما كان سنهم صغير ان هينسوا. انا باكد لهم ابدا، الطفل من 3 سنين لسبع سنين يتشكل فيه 75% من شخصيته. جميل. ودي انا بتكلم فيها، انا فلسفه واجتماع وعلم نفس. طبعا طبعا يا دكتور. ودي عن تجارب اجريت على جنسيات مختلفه، بان التشكيل التربوي والنفسي والاخلاقي للطفل يتشكل من 3 سنين لسبع سنين، يتشكل فيه 75% من شخصيته، وبعد كده يتشكل من الاصحاب، يتشكل من المدرسه، يتشكل من المعلم، يتشكل من الحاره، يتشكل من النادي. لكن 75% من شخصية ابني وبنتي بتتشكل من عمر 3 سنين لسبع سنين. انتبهوا أيها الأسر. ودي أفضل ختام أختم بيه مع حضرتك، رسالة واضحة وصريحة لكل أم وأب بيسمعونا. وعي ابنك بيتشكل من بداية 3 سنين زي ما حضرتك قلتي لسبع سنين. 75% من الشخص، ويبقى يدوب 25%. جميل جميل يا دكتور، انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا، نورتينا بجد، وشرف لي قعدتي قدام حضرتك دكتوره امنه نصير. اتمنى اقول لكل الاسر، انتبهوا لامانه الله بين ايديكم، ان انتم تحسنوا تربيتهم وتحسنوا تخليقهم بالاخلاق وخاصه خلق الصدق. اشكرك يا دكتور، ربنا يجازيكي خير ويزيدك من علمه دايما يا رب. اهلا بيك، ربنا يخليكي. وبكده مشاهدينا اكون وصلت معاكم لختام حلقتنا النهارده، مكملين الشهر معاكم، ده سلسله حلقات مهمه جدا عن الضبط الاخلاقي لاولادنا وازاي نعلمهم قيم مهمه احنا افتقدناها ومش عايزين ولادنا يفتقدوها. استنونا وتابعونا الشهر ده دايما، لان منورانا دكتوره امنه نصير على مدار الشهر كامل. يا رب نكون بنفيدكم، اشوفكم وحلقه جديده وبرنامجكم اطفال ولكن